بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لازلنا في تخطيط ماتش المغرب والارجنتين، رغم ان انا عارف ان انت مش عايز تتفرج على الفيديو، والله وانا كمان عايز اعمل الفيديوهات دي، بس تمام يا صديقي، لا انت لا تاذيني ولا عايز منك عسل. تعال نتكلم على التصريحات النجم سفيان رحيمي بعد المباراه. سفيان رحيمي ده سبحان الله يا صديقي، الراجل ده نوعا ما بعض الجمهور كانوا بيقولوا ان هو مش واخد حقه، ولكن سبحان الله لما بتفتح بتفتح يا صديقي، لما ربنا بيكرم بيكرم واسع. يعني مثلا سفيان رحيمي كسر الدنيا مع العين الاماراتي، احسن لاعب في اسيا. بتتكلم على سفيان رحيمي كسر الدنيا مع منتخب المغرب الاول ورجع للمنتخب المغربي الاول. بتتكلم على سفيان رحيمي بيروح اولمبياد باريس مع المنتخب المغربي رغم ان هو ما كانش من المرشحين الاوائل ان هو يروح الاولمبياد. وبتتكلم على ان اول ماتش قدام الارجنتين اللي الناس مش متوقعه فيه اي حاجه بالنسبه لرحيمي، رحيمي بيسجل هدفين وبيقود المغرب للفوز. ايه يا اسطى يا اسطى انت ايه يا اسطى ايه يا اسطى بالراحه يا اسطى. لا لا انا جاي اقدم موسم عظيم وجاي اقدم موسم خيالي في عالم كره القدم. خلاص يا ابن عمي اقدم ولا يهمك يا نجم. سفيان رحيمي قال لك سيناريو مجنون ونهايه سعيده، اشكر زملائي اللاعبين على الروح القتاليه كما اشكر الجمهور المغربي على المسانده. ديما مغرب، الف مليون مبروك يا سفيان، وانت واحد من اللعيبه تستاهل كل خير، وفعلا الجمهور لازم يتشكر على التواجد في الملعب والمسانده بالنسبه للمنتخب المغربي طول الوقت. اما بالنسبه للروح القتاليه العاليه عند لاعبي منتخب المغرب فالصراحه كانت موجوده طول ال 90 دقيقه، وكمان كانت موجوده طول ال 100 دقيقه او ال 105 دقيقه اللي احنا لعبناهم في المباراه. اما بالنسبه للسيناريو فهو كان فعلا سيناريو مجنون، سيناريو كان بالنسبه لبعض الناس سيناريو فعلا مخيف. المنتخب المغربي كان افضل بكتير، المنتخب المغربي لعب 70 دقيقه بشكل افضل، المنتخب المغربي سبب منتخب الارجنتين يلعب حوالي نص ساعه في النهايه بشكل افضل، الارجنتين شكلت خطوره في الاخر بعد منتخب المغرب ما رجع ركن الباص. فالدنيا ما كانتش افضل حاجه. الهدف الثاني جه بعد كده الحكم مش محدش عارف صفر ولا مش صفر، بعد كده وسائل الاعلام بتقول لك الهدف هيتم التحقيق فيه، هنرجع للفار هنشوف اوفسايد ولا لا، وبعد كده ترجع للفار وبتكتشف ان الهدف مش هدف ونلعب ثلاث دقايق وننتهي. فسيناريو مجنون، وده اغرب مباراه ممكن تتفرج عليها في اولمبياد او تتفرج عليها في عالم كره قدم، مباراه بتستكمل بعد ساعتين وبنلعب فيها ثلاث دقايق بس. فلا هو سيناريو مجنون وسيناريو عمرك ما تشوفه الا مره واحده تقريبا في عالم كره القدم.